محمود مهدي، انا وجه الانجاز اللي انا عملته في الحياه انا عندي قناه يوتيوب اسمها فيلم جامد. طبعا ده اكتر ان ربنا يكون بخاطر. طبعا ده مقارنه بالانجازات الاخرى اللي الناس اتكلمت عليها يعتبر شيء يعني بسيط قوي، وانا معترف بده تماما. احنا بنتكلم على رحاله عالمي واستاذ في التدريب والتطوير واستاذه في كويكب بنسمي على اسمها، انا ما اعرفش يعني ايه كويكب اصلا يعني. اوكي، فطبعا لما قالوا لي ان انا اجي اتكلم النهارده في تيدكس كفر الشيخ، دي اول مره ليا في كفر الشيخ وانا سعيد جدا بيها. قلت ممتاز جدا، فرصه رائعه ان شاء الله علشان اتكلم عن فيلم جامد وازاي انا نجحت في ان انا اعمل مجتمع للناس اللي بتحب السينما والناس اللي بتحب تتابعها والكلام ده، واتكلم على ازاي قدرت ان انا انقل المجتمع ده النقله الكبيره دي ولوحدي بمفردي تماما. فقالوا لي لا يا باشا، احنا عاوزينك تتكلم عن تاثير السينما على المعرفه. فانا شايف ان ده ظلم يا جماعه، يعني انا شايف ان فيلم جامد عمل انجاز كبير وحصل فيه حاجات كتير مفيده ومهمه، وكنت نفسي اطلع اتكلم على انجازاتي فيه شويه وقت واشرح ازاي قدرت ان انا انقل كوميونتي زي ده ومجتمع زي ده، لان هو في يوم كان عليه 25,000 مشترك بس، لغايه لما بقى عليه 26,000 مشترك بس. ده الرقم الاخير اللي كان موجود. فالسينما ادت معرفه مهمه جدا على فكره، هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه ونركز فيه شويه. بس عشان ما نخليش الموضوع يبان ان هو متقيد زياده عن اللزوم على الثيم بتاعت التوك النهارده والموضوع المعرفي، حابين ان احنا نكرم السينما شويه ونذكر الناس زي ما الاسلام قال ان هي الفن السابع، وهي الفن السابع لان فيها بقى ست فنون، الموضوع بسيط جدا يعني. وزي ما في استاذ اسمه جيمس موناكو عامل كتاب اسمه هاو تو ليد ا فيلم، كتاب بايخ جدا انا اقعد اقراه يعني، حاولت اتابعه واتعلم منه حاجه ما اتعلمتش منه اي حاجه، ما طلعتش بيه غير بالنقطه دي، وهي نظريه مفيده جدا وشايفها مهمه جدا، وهي ان السينما تجميع عملي فعلا للست فنون الاخرى. اي فيلم بنتكلم بنتفرج عليه وبنتابعه على الاقل بيبقى فيه ثلاثه اربعه من الفنون دي، سواء المعمار او التماثيل، شغل اللي بنشوفه دلوقتي بتاع الكريتشرز او المخلوقات الخرافيه او الكلام ده، ده كله شغل بيكرر فن النحت على سبيل المثال. التصوير طبعا، الرقص، الموسيقى، الشعر، يعني اللي يتفرج على فيلم السكريبت بتاعه حلو والحوار بتاعه مكتوب بشكل مميز وما يعرفش ان ده شعر يعني حرام الصراحه. فالسينما على حد تعبير اخونا جيمس هي المسرح اللي بيتم عليه ابراز الست فنون الاخرى، وانا متفق على ده تماما. نرجع بقى للتيم الاساسيه بتاعتنا وهي مساهمه السينما في المعرفه، وانا نقيت شويه نقط كده هنتكلم عليها بالامثله. والنقط دي خارجه اساسا من حاجات انا اختبرتها نفسيا واتعاملت معاها بنفسي، وحاجات تانيه شفت ناس بتستفيد منها او بتغرز من خلالها وبتكرم الجانب المعرفي للسينما من خلالها. اول حاجه هي discovering things to learn، السينما بتدينا شويه اهتمامات وامور نتعلمها ونتابعها شويه. اول حاجه بالنسبه لي انا شخصيا هي اللغه الانجليش. انا يعني ادعي الحمد لله انا بتكلم انجليزي كويس، ومن 3 سنين كده تقريبا كنت بتكلم مع كلاينت في شغلي فبيقول لي انت الانجليش بتاعك كويس جدا بس الاكسنت بتاعتك غريبه شويه، تحس ان هي مديه شويه على فرنساوي على حبه روبرت دينيرو، اللي هي يعني هي مش لغه اساسا، هي مش لغه بس هو الواحد حب الانجليش من كده. انا كنت عايز اتعلم انجليش لما شفت روبرت دينيرو بيتكلم في جود فيلز، اول لما شفت انا مش فاهم اي حاجه من اللي هو بيقولها بس يخرب عقلك ايه اللي انت بتقوله، انا عاوز اتكلم زي ما الراجل ده بيتكلم. بس السينما ممكن تخلينا حابين نتعلم حاجات تانية كتير. عارفين الفيلم ده؟ ويبلاش بتاع دامين شازيل، فيلم بالنسبة للناس اللي بتحب الموسيقى من ناحية وبتحب الأفلام من ناحية وبتحب تجتهد في حياتها من ناحية، تصنيفه الأساسي هو فيلم رعب. لأن الراجل ده بيشوف الويل ألوان على إيد الراجل التاني ده. ناس كتير قوي بعد ما اتفرجت على ويب بلاش بقت عايزة تتعلم الدرامز، رغم إن الفيلم ممكن يكون ما بيديش تكريم جامد للنقطة دي بالتحديد، بس هو فيلم مصنوع بحرفية شديدة جدا وبإتقان شديد جدا لدرجة إنه بينقلك إحساس بيتقلنا في حاجات كتير قوي، إنك لما تشوف واحد بيعمل شغلانه وهو بيحبها انت كمان بتحبها وتبقى عاوز تشتغلها. ودي حاجه فعلا يعني معرفش انتوا برضو يعني شباب اكتر مني شويه ولا لمستوها ولا لا، هل لاحظتوا ان في اهتمام بالدرامز بعد ويب بلاش بالتحديد ولا لا؟ حاجه ثانيه ده سوشيال نتورك، ناس كتير جدا بعد ما شافوا بالذات في الربع الاول من الفيلم مارك زوكربيرج عمل الفيسبوك ازاي والكودنج تكنيكس اللي كان بيستخدمها وازاي الراجل ده كان عبقري في الحكايه دي، ناس كتير بقت عاوزه تتعلم بروجرامنج
عايز اعيش التجربه دي وعاوز ترتبط بيها شويه. هو في ناس كتير طبعا وصفوا الموضوع غلط، هو قالك احنا عاوزين نشتغل هاكرز. هو كان بيعملوا ده اسمه بروجرامينج يا جماعه، مش هاكينج في الاساس يعني. حاجه تانية كمان، فيلم وورير خلى الناس يبقى عندها شغف رهيب جدا بالامامي، بالميكس مارشال ارتس وفنون الالتحام والرياضه والكلام ده، مش علشان الفيلم نقل النقطه دي لحد بطريقه متقنه، هو فعلا عمل ده، بس هو فيلم على جانب الدراما رائع جدا، وازاي يدخل شيء زي رياضه عنيفه جوه الاطار ده ويخليها مهمه للناس اللي بتتفرج، انا شايف ان ده شيء مهم جدا. بعد كده ديسكفري هيستوري، انا شايف ان السينما بتساعد في اكتشاف التاريخ او اكتشاف نقاط معينه في التاريخ الانسان بيبقى عاوز يتعلمها، لان احنا لما درسنا تاريخ احنا درسنا تاريخ بترتيب واولويات حد غيرنا، حد كان شايف ان احنا المفروض نتعلم الحاجات دي، مش احنا اللي اخترنا ان احنا عاوزين نتعلم الحاجات دي ونتابعها. على سبيل المثال جانجو انشيند، جانجو انشيند فيه معلومه انا شايفها على مستوى السيناريو انجاز كبير جدا لكوينتين تارانتينو، من غير ما احرق الفيلم اللي ما شافوش، مع ان اللي ما شافوش يستاهل ان انا احرق له الفيلم بصراحه يعني، بس برضه علشان تتفرجوا على الفيلم. شخصيه دكتور كين شولتز اللي قام بيها كريستوف فولتز في مشهد قرب النهايه بيشير الى ان الكسندر دومان الاديب الفرنسي الكبير اللي عمل حاجات كتير واحنا عارفينها زي في مصر كتير والكونج دو مونت كريستو والحاجات دي كان اسود، وهو بيشير دي زي ما تكون معلومه عابره، لكن هي في الفيلم الحقيقه ليها تاثير كبير جدا، ولما تيجي تركز فيها يعني انا بدعي ان كل الناس في الدنيا بتكتب سيناريو في مرحله من مراحل حياتها، لو انت بتكتب تيزس في كليتك او في مدرستك فهي نوع من انواع الحوار، نوع من انواع السيناريو، لو بتعمل برزنتيشن لشغلك فهي شكل من اشكال السيناريو، وكلنا بتقابلنا النقطه دي ان لما احب ادلل على حاجه بتعب جدا 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 في البحث عشان الاقي اكبر دليل او اكبر نقطه بتدلل عليها. فلما تلاقي نقطه يعني جايه في المقص بالطريقه دي، ان الراجل الاديب اللي هو اشار ليه كذا مره في الفيلم بطريقه غير مباشره في النهايه اسود وهو فيلم بيتكلم على قضيه العنصريه بالتحديد، انا اظن ان الموضوع كان بالعكس، الراجل ده عرف المعلومه دي وبنى عليها فيلم. بس بعيدا عن جانبها الادبي في النقطه بتاعت السيناريو او في السكريبت رايتنج بالتحديد، دي معلومه كانت مهمه جدا بالنسبه لي واصابتني بشغف شويه وابتديت ادور وراها. والناس طبعا اللي يعني عارفه ان الريسيرش سنتر بتاعها الاساسي هو الانترنت، عارفه ان الموضوع بيبتدي باهتمام وبعدين ينقل لتدوير وبعدين ينقل لسحب. تلاقي نفسك عمال تطلع من الموضوع تخش في موضوع، تطلع من الموضوع تخش في موضوع، والدنيا ما بتخلصش. فالكسندر دوما اكتشف ان هو في الاساس جذوره مش فرنسيه، هو جاي من هيتي، وان هو ليه ابن اسمه الكسندر دوما فيس، الكسندر دوما الابن، والراجل ده راحل اديب كبير جدا، هو اللي كاتب حاجه زي غاده الكاميليا، او هو بالنسبه له لما كتبها ما كانش اسمها غاده خالص، لما كتبها كان اسمها ليلي اوف ذا كاميليز. ده الفيلم مش عارف تعرفوه ولا لا، غالبا مديحه كامل كانت بتروح وتموت في الاخر حاجه زي كده. فلما تيجي تدور ورا الموضوع ده بعد ما سحبت وراه ثلاث اربع ايام مثلا لقيتني مهتم بالادب الفرنسي لدرجه انا ما كنتش مهتم بيها في البدايه خالص، وتعلمت حاجات عن تاريخ الادب الفرنسي ما كنتش اعرفها خالص. وانا شايف ان ده موضوع يعني مثير للاهتمام جدا سبحان الله. هو ده اخونا الكسندر دوما. كان المفروض بس قبل ما اتكلم عن معلش Raising awareness طبعا ده موضوع مفترض ان هو يعني مفروغ منه تماما، ده من الامثله السهله قوي قد ايه السينما ساعدتنا في ان احنا ننشر الوعي على قضايا مهمه زي العنصريه، زي العنف ضد المراه، زي العنف ضد الاطفال، زي حقوق المراه، زي حاجات كتيره جدا. بس للناس اللي مجانين السينما بقى انا بهديهم الاخ ده. انا اللي بقدم الباتشينو يا جماعه. الباتشينو فيلم جميل جدا اسمه دوج داي افترنون، ما انتشرش عندنا في المنطقه لسبب كده، غالبا الناس اللي هيصوا عارفينه. في مرحله في مراحل الفيلم كان داخل في مواجهه نص كوميديه ونص مشدوده جدا مع بوليس، وانا في رايي هو ده ابداع الفيلم ده، انك وانت بتتفرج عليه بتحس ان مخرج الفيلم هو سيدي ميمي باي ذا واي، بيحاول يقربك شويه من فكره ان الفيلم ده ممكن يكون كوميدي وممكن يمشي في اطار مش ماساوي وممكن يخلص نهايه خفيفه، وفي نفس الوقت في بعض الاحيان الشده او الحده بتاعته بترتفع جدا لدرجه بتخوفك على مصير كل اللي موجودين في الفيلم. فاحد هذه المشاهد بيحصل صراع جامد جدا ما بين الباتشينو وما بين البوليس، وبيصرخ بكلمه هي اتكا، بيهتف كتير جدا لكلمه اتكا، والكلمه دي بتثير البوليس جدا وهم واقفين قدامه، بيخلي كل الناس المتابعه كمان تهيص جدا وتصيح جدا. طبعا انا مش هسمع كلمه زي دي واشوف مشهد زي دي واعديها، انا قعدت ادور ايه هو موضوع اتكا ده. فاتكا ده طلع سجن في نيويورك، حصل فيه احداث شغب سنه 71، كانت بتنادي بحقوق
المسؤولين لان هم بيعاملوا معامله غير ادميه وغير عادله. والرايت ده او الشغب ده انتهى نهايه ماساويه جدا لان في 42 واحد ماتوا في النهايه بعد حصار السجن لمده 4 ايام وترتب عليه حاجات كتيره جدا في حقوق المساجين بعد كده. بس في حاجه ثانيه برضه لفتت نظري بشده وهو ان الحادثه دي ما هياش الحادثه الاهم في تاريخ شغب السجون. في حاجات تانية مهمة حصلت على مستوى العالم، في حاجات في ساو باولو في البرازيل مات فيها 111 واحد، في حاجة في هندورس مات فيها 86 واحد. في بلد كده في حتة كده مات فيها 37 واحد في عملية ترحيلات بس أنا ما عرفتهاش خالص يعني. الموضوع ما يهمنيش. أتكا 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 بس. ليه أتكا نالت الأتنشن دي؟ لأن الأستاذ ده ذكر يعني بعيدا عن كل الكتب اللي ممكن تتكتب وبعيدا عن كل المقالات اللي ممكن تتكتب وبعيدا عن كل المحاضرات اللي ممكن تعقد ان الراجل ده يطلع لمده 10 ثواني ويقول اسم حاجه ده تاريخ يفوق اي حاجه ثانيه. يعني ما اعرفش اقول لحسن الحظ ولا للاسف، انا بالنسبه لي انا حسن الحظ، انا راجل سينمائي ومقتنع تماما بان التكريم ده او التاريخ ده لا يساوي اي تكريم او اي تاريخ. ننتقل ننتقل للنقطه اللي بعد كده وهي ان السينما بتخليك تقرا والناس يعني في شويه ناس ما اعرفش بقى انتم منهم ولا لا، انا منهم اكيد، انا ما بحبش القرايه قوي بصراحه. يعني على لما حد يجي يكلمني على اي موضوع ويقول لي ان هو اتالف كتاب معين اقول له لما يعملوه فيلم ان شاء الله هبقى اتابع الموضوع. بس في شويه افلام وبالذات في الشق بتاع السيناريو انا مهتم جدا بحته السيناريو على فكره. والشق بتاع الحوار لما بتسمع حوار معين بيفكرك بحته الفن الفنون السته والنقطه بتاعت الشعر بتلاقي نفسك عاوز تقرا، تقول انا عاوز اقرا الموضوع ده من منبعه، انا عاوز اقراه من زي ما الكاتب بتاعه كتب. فمن امثله الكتاب الموضوع ده فيلم ماني بول لبراد بيت. ماني بول ده فيلم بيدور عن البيسبول، عن قصه حقيقيه اه بس هو في النهايه بيدور عن هوايه، ازاي يطلع منه شعر؟ دي حاجه غريبه جدا، ماني بول مليان شعر، الحوار بتاعه من اروع ما يمكن وخلاني عاوز اقرا الكتاب. وده اللي خلاني ادور واجيب على كتاب ماني بول ومايكل لويس، ومايكل لويس كاتب عظيم بيكتب فاكتس ونص فيكشن ونص انترفيوز في حاجه، الحاجه دي ما اعرفش اقول عليها ايه، لا اعرف اقول عليها روايه ولا اعرف اقول عليها كتاب تاريخي ولا، بس هي بتسمح لكاتب سيناريو جاهز ان هو ياخدها ويعمل منها حاجه عظيمه قوي. ده حصل في ماني بول وحصل بعد كده في فيلم من افلام السيناريو هو ذا بيج شورت، لان ده برضه مبني على كتاب لمايكل لويس. مثال ثاني ستيف جوبز. ستيف جوبز كتاب لوالتر ايزاكسون مبني على حياه ستيف جوبز ومبني على واقع من خلال انترفيوز مع ستيف جوبز نفسه ومع الناس اللي كانوا حواليه في مراحل حياته كلها. ومع ذلك الماده بتاعته كانت مليانه شعر وده برضه يخليك تعجز قدام قدره الكاتب بالتحديد في ان هو ازاي يأرخ واقع على لسان حد غيره ويطلع ادبيا رفيع المستوى بالطريقه دي. وبعد كده يجي كاتب سيناريو زي ارون سوركن ويقسمه لثلاث مراحل معينه لفلسفته هو شخصيا ومن خلالها يقدم فيلم انا شايف ان هو فيلم عظيم. وانا شايف ان من جرائم الاوسكار السنه دي ان السيناريو ده ما ترشحش لافضل سيناريو مقتبس. ثالث مثال موجود معايا هو لايف اوف باي، لان لايف اوف باي برضه على مستوى الحوار وعلى مستوى الشاشه مليان صور انا عايز اعرف الكاتب ده كتبها ازاي، الكتاب دوت لكاتب اسمه يان مارتل. دول ثلاث كتب قريتهم في سنه واحده يا جماعه، وانا راجل يعني ايام لما كنت بقرا الكتب بتاعت المدرسه نفسها ما كنتش بقرا ثلاث كتب في سنه واحده. وكنت سبحان الله يعني. النقطه الثالثه ان الافلام بتساعدنا في تقديم العلم. طبعا ما اقدرش اقول ان هي بتدرس علم او حاجه، بس فيلم زي ده فيلم انترستيلر انا اتصور ان اهتمام الناس بالنظريه النسبيه لاينشتاين وصل لاقصى درجه ليه في التاريخ، وهي نظريه عمرها 100 سنه. لما الفيلم ده اتعرض الناس ابتدت تقرا والناس ابتدت تفهم ده متعلق بايه بالظبط وبيفيدها ازاي في حياتها وازاي بيأثر عليها، وابتدت تفهم شويه النظريه لما شويه ممثلين طلعوا على ايد مخرج كويس وعلى ايد سيناريو كويس وابتدوا يناقشوا في الموضوع ده وعلى تاثيره. فيلم تاني اسمه دي ابيس، معرفش تعرفوه ولا لا، بس الفيلم ده مكرم علميا لان هو قدم تكنيك بيستخدم على ما يبدو للناس في الغطس وفي الكلام ده ان هم يتنفسوا اكسجين ليكويد. الفيلم ده قدمه والناس افتكروا ان الكلام ده هس او كلام مش حقيقي يعني، طلع بعد كده ان الكلام ده حقيقي وممكن والتاريخ بتاعه او التوثيق بتاعه علميا موجود في فيلم دي ابيس، فيلم من اخراج ديفيد كاميرون جيمس كاميرون ويعني معلش بتاع تايتانيك teaching about culture. خلونا نعدي على الموضوع ده سريعا، انا حاسس ان التايمر بتاعي ده قوي. طيب الفيلم ده فيلم الحريف، فيلم لمحمد خان،
يحتوي على التأريخ الوحيد كمادة في المية لشكل الطائرة في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات. شكل ميدان عبد المنعم رياض، شكل وسط البلد، الحاجات دي التأريخ الوحيد اللي فعلا ممكن نوريه وتطورته أجيالنا موجود في فيلم الحريف. نفس الموضوع موجود في فيلم ضربة شمس لنور الشريف برضه من إخراج محمد خان. في حاجة بقى مهمة جدا، إن الفيلم ده معمول قبل مترو الأنفاق بفترة طويلة جدا، ومع ذلك في مطاردة قرب النهاية عدت على خط مترو الأنفاق محطة محطة وهي باينة قدامنا، مطاردة طبعا رفيعة المستوى جدا. ليلى فوزي قايمة فيها دور عجيب، اللي يصدق إن ليلى فوزي قايمة دور مرعب في فيلم مطاردات يعني يتفرج على الفيلم ده. ده التاريخ الوحيد اللي موجود على ان شريط المترو بتاعنا كان موجود قبل مترو الانفاق. المترو الانفاق دوت ما اتخلقش في الثمانينات، ده كان شريط قطر موجود وشغال، اللي اتضاف عليه هي عمليه تطوير والكم محطه اللي تحت الانفاق دي. بس كده المطلوب اللي ما تسقفوش لسه ما خلصش. اتفرجوا على افلام، اتفرجوا على افلام عشان تستمتعوا وعشان تتعلموا. و شيء مهم جدا ان احنا ما نقولش ان الفيلم، انا مش جاي النهارده اقول لكم ان الافلام موجوده علشان نتعلم منها وعشان ناخد منها خبره علميه وعشان ننتقل من مرحله لمرحله في المعرفه وبس. الافلام موجوده للمتعه، ولو الفيلم اللي انت بتتفرج عليه ما بيخليكش تستمتع والله انت تاني للراجل ده كلمه، ده جيم كاري وخلاص هو المفيد. الف شكر.